ولسه معاكم واحتفالية النهاردة بافتتاح المسرح الكوميدي بعد تجديده، ويسعدني يكون معايا نائب مدير المسرح الفنانة الجميلة رشا فؤاد. بقول لك منورة الدنيا كلها. منورنا والقناة بتاعتك منورانا وشرفتونا، وان شاء الله تبقى احتفالية حلوة تبسطوا بيها ان شاء الله. هنشوف ايه النهاردة بقى، مجهزين لنا ايه؟ الأول مجهزين احتفالية كده بمناسبة مرور مئوية للمسرح، وبنتكلم عن فيلم تسجيلي لأهم يعني المجرين بتوع المسرح. فيه هو مع عصام السيد وأحمد السيد الله يرحمه، وفي أحمد عبد العزيز، وفي كمان مجدي صبحي، عدد الرئيس السابق على السابق طبعا، والسيد راضي الله يرحمه ويحسن اليه. وعاملين حاجه متميزه، وفي احتفاليه حاجه كده اسمها لمحه لمصر، دي اخراج وليد الشهاوي، حاجه دمها خفيف عن الكوميديا واهم الممثلين الكوميديانات اللي مروا بتاريخ مصر، فؤاد المهندس وشويكار وعلي الكسار وغيره وغيره. يعني دايما زي ما بنقول المسرح ابو الفنون، وانت في الاصل ممثله مسرح، فتقدري بقى انك انت تشوتي في السينما وفي التلفزيون واي وسيله اخرى، مش كده؟ ايوه، هو المسرح بيعمل نوع من انواع سرعه البديهه والارتجال، فان لو حصل موقف سريع خطا على الهواء، خطا، او اللي قدامك مثلا ما سلمكش الكيو مظبوط، مش تقوله انت ايه بتقول ايه بتاع. أيوة. هتعرف تتصرف يعني. وبعدين ممثل المسرح بيمثل اي حاجه، سينما وتلفزيون واذاعه. ممثلين الدراما التلفزيونيه بياخدوا وقت شويه وثقه عقبال ما يقفوا على المسرح، لان المسرح عايز امكانيات صوت، عايز جراه كمان في مواجهه طبعاً. الجمهور المباشر طبعا طبعا، لانك بتاخد رد الفعل سريع. هم لو ما عجبهمش الافيه اللي انت قايله مش هيسقفوا، لو انت خلصت المونولوج بتاعك وكانت محتاج تسقيف، هم لو ما اقتنعوش بيك مش هيسقفوا، رد الفعل السريع في لحظتها. طيب قولي لي بقى، العمل الاداري اخدك من التمثيل ولسه كنت بتقولي لي قبل التسجيل ان كمان بيتك بقى واولادك اخدوك كتير كتير طبعا. انا اصلا خريج في مسرحيه، وبقالي 17 سنه في المسرح الكوميدي، عملت شويه مسلسلات وحاجات، بس طبعا البيت والاولاد انا بحب اهتم، يعني بما ان انا ام فلازم دور الام. احييك الحقيقه، يعني دايما امك ثم امك ثم امك. طبعا الام اهم حاجه، لان احنا نتحاسب عليهم بعد كده بقى انا كفنانه يعني. فعملت شويه مسلسلات كده لا باس بيها. بالنسبه للعمل الاداري هو لسه جديد، لان استاذ ايهاب هو لسه جاي مدير المسرح، ما بقالوش شهر، واخترنا نواب لي انا واستاذ محمود السنتي. بس قبل كده كنت عضوه في المسرح؟ كنت عضوه، وكنت عضوه كمان في المجلس الفني، كان في حاجه اسمها مجلس فني، مجموعه مش من مش بعيده عن مجال الاداره. لا 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 مش بعيده جدا، والحمد لله الناس هنا متفاهمة، وما عندناش العقد بتاع الممثل وان هو يكون خريج دراما او ما بيشتغلش او بيشتغل، لا الناس هنا حلوة، واحنا ان شاء الله داخلين على روح حلوة ونعمل نهضة للمسرح.